دكتور، إذن استمعنا سوية، ما زالت الأرقام متباينة، هناك متباينة بعد المقارنات ما بين الانتخابات السابقة وما يحدث حاليا اليوم في مجريات هذه الانتخابات، لربما هناك بعض الأسئلة حول هذه التقسيمات والتغييرات على شكل الدوائر. صحيح. وعلى أثرها وعلى أيضا لربما دورها في الأداء النيابي للمجلس العشرين. صحيح غادة، أنت بتعرف أنه العاصمة عمان كانت 5 دوائر والآن هي 3 دوائر بعد ما تم عملية الدمج. تعرف هذا زاد من عدد الناخبين حتى إلى بجوز للضعف في بعض الدوائر، كما هو الحال في الدائرة عمان الأولى كانت حوالي 300,000 ناخب، الآن هي حوالي 620,000 ناخب. وبالنسبة كذلك الأمر لما يخص المساحة الجغرافية، وخلينا نأخذ بعين الاعتبار أنه أخذ من هذه الدوائر مقاعد، عدد ليس بالهين حقيقة الأمر، الآن لها 20 مقعد فقط. لكن يعني اللي كان اللافت فيما يخص الدوائر الثلاث أنه تقريبا عدد السكان يقترب من 2 مليون أخت غادة، من حوالي 5 مليون إذا بتحكي عن نسبة كبيرة، وأنه الخلل في هذه الدوائر من حيث التصويت، من حيث نسبة أو تواضع نسبة الإقبال على عملية التصويت. نعم. وهذه الفئات اللي إحنا يفترض أنه نعول عليها كثير فيما يخص التجديد والتغيير والتحديث وإلى آخره. ولكن أنا بعتقد مرة أخرى يعني، وكان يعني كلام الأستاذ حمزة يعني بيبعث على التفاعل، خصوصا أنه يعيش الجو فيما يجري هناك من انتخابات، ولاحظ أنه في هنالك يعني دعيني أقول لربما أجواء إيجابية، وخاصة أنه كمان أخذ بعض الملاحظات من راصد من خلال الالتقاء ب10,000 ناخب، ومنهم حوالي 82% مارسوا حقهم الانتخابي إن كان للقائمة المحلية أو بالنسبة إلى القائمة الحزبية العامة، وهذا مؤشر يعني إيجابي أنك تختار عينة عشوائية ب10,000 و82% وما إلى ذلك. إذن هذا يعني أنه إحنا نسير إلى الأمام حقيقة الأمر، وإن كان ذلك ببطء، ولكن نحن نعول على أنها مرحلة لها ما بعدها إن شاء الله. نعم، لربما هذه العملية الخاصة بالتوعية أيضا يجب أن تتطرق دائما وتسلط الضوء على ما قد يحدث إذا لم يأتي هذا الناخب، إذا لم يصوت ويدلي بصوته ويمارس هذا الاستحقاق الدستوري. فبالنهاية أنت تحدثت عن خدمات مباشرة أو لربما الفائدة التي تصل إلى المواطن، ولكن الشكل والتأثير الكلي علينا كمجتمعات إذا لم تكن هذه المجالس بحسب ما يرغب هذا المواطن وبحسب ما يستجيب له. يعني إحنا أخت غادة لو إجينا تحدثنا في أهم قضايا بتواجه أو أهم قضية أو ملف يواجه الأردن، هو الملف الاقتصادي على سبيل المثال. وحضرتك حكيتي أنه نعم أنا كنائب مش القضية أنه والله أنا بخدم بناخب أو بمواطن بشكل فردي، أنا الآن مهمتي هي حقيقة المصلحة الوطن وكيفية التعاطي مع تحديات مع ملفات مع قضايا وطنية. وبالتالي أنت كمواطن الآن لما أنت تتوجه إلى صناديق الاقتراع تساهم حقيقة بتجويد الأداء ورفع مستوى أداء مجلس النواب، دعيني أقول لمعالجة مشكلة الفقر، لمعالجة مشكلة البطالة، لمعالجة مشكلة المديولية، التعليم، التأمين الصحي وما إلى ذلك. فلاحظ أنت ما هو الاعتبار، وهذا في المقابل إذا أنت لم تمارس حقيقة هذا الدور بالضرورة أنه هذه الملفات سوف تبقى، أو بمعنى آخر سوف يبقى بلدنا يعاني من إشكاليات ومشاكل وأزمات تتركها وتداعيات هذه الملفات على البلد وعلى المواطن بشكل عام. فالقضية هي ليست محصورة في ناخب أو النائب يريد أن يخدم نائب أو علاقة ناخب أو نائب بناخب، لا، هي وطن، هي بلد، هي مواطن، هي أنه إحنا كيف بعدين إحنا في عنا ظروف وتحديات كبيرة الآن نتحدث عنها، إذا تحديات سياسية أمنية اقتصادية اجتماعية. نعم، أيضا عن الظروف الإقليمية المحيطة في المنطقة. يعني الحمد لله أن الأردن حتى رغم هذه التحديات إلا أنه بقي يحترم مواعيده الدستورية، بدليل أنه إحنا اليوم بنشهد عرس وطني، بنشهد حدث وطني هام وهو مجلس النواب، وهذا بأكد مدى قوة الدولة الحمد لله وثباتها، وأنه زي ما حكى دولة الرئيس أنه نحن بالفعل نسير وفقا لمسار التحديث اللي رسمه جلالة الملك، واللي احنا الآن نعيش إحدى تجلياته وإحدى ترجماته كما نرى الآن فيما يخص هذا اليوم وهذا العرس الوطني. نعم دكتور، عملية التوعية مستمرة وهذا ما ناقشناه قبل قليل. نعم. عندما تحدثنا عما يأتي ما بعد هذه المرحلة اليوم، صورة النائب لدى الناخب ودوره المناط به، هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل. صحيح. تحول صورة النائب من الصورة الخدمية إلى
الدور الرقابي التشريعي المناط به. اليوم هذه المسؤولية أشرت بأنها لا تأتي على دور الأحزاب، على عاتق الأحزاب أو صحيح. حتى الأفراد بحد ذاتهم، وإنما هي مسؤولية تشاركية مؤسسية. إذا ما تحدثنا عن القطاع التعليمي الذي ينشئ هذه الأجيال صحيح. المقبلة على اكتمال العملية ما بعد 10 سنوات، لذلك بدأنا نلحظ أنه في المناهج بدأ في حديث عن الديمقراطية، عن التحديث، عن الانتخابات، عن الأحزاب حقيقة لا بل، وأنه القانون زي ما أنت الأحزاب يعني سمح، خلينا نقول أجاز بأنه الطالب والمعلم والكل حقيقة ينخرط في العمل الحزبي بوجود ضمانات، دعيني أقول ضمانات قانونية حقيقة، وبالتالي بعيدا عن أي محاسبة، عن أي دعيني أقول عثرات أو معيقات قد تعتري طريق هذا الشخص إذا ما فكر بالانخراط بهذا العمل الحزبي. مرة أخرى أقول أخت غادة، نعم أنه عملية التوعية، بعدين إحنا إذا لاحظنا اليوم بجوز بهاي الجزئية لما إحنا حكينا عن وقيمنا مثلا موضوع الأحزاب ومدى استعدادها وجاهزية لخوض الانتخابات، وقلنا أنها لربما إلى لحظة ما غير جاهزة كانت، هذا أيضا تبعه أنه الأحزاب لم تكن حقيقة لديها الوقت حتى لتخاطب الشارع، دعيني أقول، وأنها تخلق حالة الوعي، أنها تعقد مؤتمرات. إحنا كنا نشوف في فترة من الفترات نشوف مقرات، نشوف اجتماعات حقيقة الأمر وما إلى ذلك. فبالتالي إذا كان في هناك برنامج لبعض الأحزاب، لكن كانت في هناك إشكالية في كيفية ترويجه حقيقة وتسويقه بالتشاركية مع المواطن، بالتشاركية مع الناخب. أنا مرة أخرى أقول لازلت أتعكز حقيقة الأمر على إنها خطوة، على إنها خطوة حقيقة، وإنه إحنا في بداية مشوار تحديثي إن شاء الله، إنه إحنا حقيقة في نهايته نصل للهدف حقيقة الأمر، ونقول كل هاي السلبيات، كل هذه العيوب والثغرات قد تغلبنا عليها حقيقة الأمر، وإنه بالفعل يجب أن يكون التركيز الآن على المواطن، على أهمية دوره. في النهاية هذا المجلس بغض النظر من مسؤول عن تركيبته وتشكيلته هو المواطن، هي صناديق الاقتراع. فأنا إذا ما تخلفت حقيقة عن ممارسة هذا الدور بالضرورة سوف يكون هنالك لدي مجلس نواب لا يعبر عن رأيي حقيقة الأمر، وقد يكون هو من إفراز غيري من اللي ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي أنا ما أعتقد أنه أكون أنا في مكان بيسمح لي أنتقد مجلس، خاصة وإني أنا لم أمارس دوري الدستوري في إفراز هذا المجلس. دكتور، قبل قليل عرجت بالحديث عن التحديات التي تعقد في وجه هذه الانتخابات، واليوم هذه التحديات ترسل رسالة على المستوى الداخلي المحلي وكذلك أيضا رسالة خارجية، خاصة وأن الأردن اليوم يضع هذه الرؤية التي بدأت من قبل جلالته في رؤية التحديث، واليوم يحيط بنا في هذا الإقليم الملتهب الكثير من التحديات، وهي رسالة اليوم تبعثها عقد هذه الانتخابات بغض النظر عما يحدث. بالتالي التحديث هو عبارة عن تحصين، التحديث هو بالنسبة للأردن حقيقة الأمر هو عبارة عن تحصين للجبهة الداخلية حقيقة الأمر، وبالتالي هو تعزيز لدور المواطن والمشاركة المواطن في العملية السياسية وعملية صنع القرار وفي إدارة الشأن العام، دعيني أن كل كلمة حقيقة في مواجهة هذه التحديات، وهي هنا حقيقة يكمن دور المواطن. وإحنا بعد فترة راح نجد أن حكومات تتشكل حكومات حزبية هي من اختيار المواطن، دعينا أقول، والحال بالنسبة إلى مجالس النواب، وبالتالي المسألة واضحة جدا أنه كل ما كان مجلس النواب أقوى حقيقة الأمر وأكثر فاعلية وأنضج أداء، هذا أو بالضرورة سوف ينعكس على الحكومات، والحكومات أيضا سوف تكون يفترض تكون فيها قوية، لأن عليه أن تواجه القوة بالقوة، مجلس النواب كما هو الحال لما يكون بحالة ضعف، يعني عفوا بالكلمة، أنا بعتقد ممكن الحكومات تجد نفسها في مكان في 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 زاوية مريحة إلى حد ما، لكن إذا ما حسبت حساب لأداء نيابي أو برلماني جاد، وأنه هي راح تتعامل مع هذا المجلس وفقا لبرامج وفقا لعمل مؤسسي وأحزاب وما إلى ذلك، بالضرورة راح تحضر درسها حقيقة الأمر هذه الحكومات إذا ما تعاملت مع هذه الأحزاب في ظل هذه الأجواء الحزبية الجديدة اللي فرضت نفسها على المشهد. وبالتالي مجلس النواب تحديدا، أنا أقول هنا الأحزاب، هي أمام تحدي إثبات حضورها في مجلس النواب، دعينا أقول، وفي المشهد الوطني بشكل عام. نعم، ما نحن بصدد فعلها اليوم هو استمرار هذه التوعية وهذه التغطية حتى يكون المواطن الأردني ملما بكل حيثيات ما يحدث، وحتى يكون لديه الفهم الكامل لهذه العملية ما يترتب عليها وشكل ما هو مقبل. اليوم عندما نتحدث ونصف بأننا نريد أن نصل إلى حكومات حزبية، ماذا تعني الحكومة الحزبية بالنسبة للمواطن الأردني وما هي انعكاساتها عليه مجتمعيا؟
نعم، الآن الحكومة الحزبية هي حكومة البرامج، ولما أنا بدي أضع برنامج حقيقة الأمر، أنا هذا البرنامج يتضمن قضايا وملفات بتهم الوطن والمواطن، لا بل وإن المواطن يشارك فيها. من هون تتجلى قضية رسالة الحزب في أن يكون حقيقة جهة تعبيرية عن مصالح المواطن، عن تطلعاته، عن 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 عن, عن طموحاته وما إلى ذلك. وبالتالي بنصير إحنا كناخبين ننتخب الأحزاب على برامجها. فكيف إذا ما تصورنا أخت غادة هذه الأحزاب وقد انتقلت إلى الجانب الحكومي، إلى الجانب التنفيذي، أصبحت هي حقيقة الحكومة وهي من ينفذ هذا البرنامج، تصبح بالضرورة أمورها أسهل دعيني أقول. وبالتالي هذا البرنامج أخذ أنا من المواطن، وبالتالي أضعه في موقع أو في موقع تنفيذي اللي هو الحكومة. فبالتالي هذه مسألة كثير مهمة، إنه إحنا نبدأ نشعر إنه بالفعل بدل ما إنه أنت كحزب تنتخب أو يتم انتخابك على أساس برنامج تذهب فيه إلى مجلس النواب، لا، هذا البرنامج سوف تحمله معك في خطوة متقدمة أكثر، وإنك أنت راح تكون جزء من هذه الحكومة، وبالتالي هذا البرنامج الذي عليك أن تطبقه والذي سوف يكون له انعكاساته على الوطن وعلى المواطن، وإلا في مرحلة قادمة من انتخابات أخرى تتم محاسبتك على أدائك وماذا فعلت في هذا البرنامج الذي أنت انتخبت على أساسه. وإذا أردنا أن نسلط الضوء على الفرق ما بين الوضع الحالي، الحكومات الحالية، وصولاً إلى الحكومات الحزبية التي ننشدها، طبعاً يعني في ظل الضعف الرقابي حقيقة والأداء النيابي الحالي، أنا باعتقادي هذا بالضرورة يجعل من الحكومة دعيني أقول أقل اهتمام في 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 في, في المجالس النيابية، لا بل وإنه الجانب الرقابي ومتابعة مجلس النواب عليها لن يكون في المستويات مقبولة دعيني أقول. مثل هيك جو يريح الحكومة أخت غادة، بعكس أنا زي ما حكيت لك لما يكون الأداء حزبي برامجي مؤسسي حقيقة الأمر في برنامج بيني وبينك، أنا لما بكرة بدك تعطي ثقة للحكومة على سبيل المثال، بدك تعطيه حقيقة بما يتوافق مع برنامجك على سبيل المثال، أنا بعطيك الثقة، ولكن هذه الثقة مشروطة بتنفيذ دعيني أقول بند بندين ثلاث في البرنامج الانتخابي، في خاصة في قضية تتعلق بالبطالة، قضية تتعلق بالمديونية، بالتعليم أو ما إلى ذلك. وبالتالي مسألة الثقة على سبيل المثال أيضا تكون مرتبطة بهكذا برامج، هذا سوف يجود من الأداء النيابي، وبالتالي الحكومة سوف تحسب حساب للرقابة وللمتابعة النيابية، وهذا كله بالضرورة سوف يعمل على رفع الأداء النيابي والحكومي بنفس الوقت. وكما أنه إحنا نطالب أن تكون لدينا مجالس قوية، هو بالضرورة هذه القوة سوف تنعكس على أداء المؤسسات الدولة بشكل عام. نعم. أشكرك كل الشكر على هذه الإضاءات والتفاصيل المختلفة فيما يتعلق بإجراءات هذا المشهد الانتخابي لمجلس النواب العشرين. شكرا جزيلا لك. أنا السابق والمحلل السياسي دكتور هايل ودعان التعليم.